تحياتي ليكم وتحياتي لكل الناس اللي بتشاهد. ان شاء الله باذن الله القناه تعجبكم. هنتكلم على المرض وهنتكلم على العلاج في نهايه الفيديو. المرض او العرض اللي هنتكلم عليه النهارده هو النزيف المفاجئ من الانف للاطفال. ناس كتير بتجينا الصيدليه تشتكي من الموضوع دوت، بتبقى قلقانه جدا، بحس ان الام خلاص حاسه ان ابنها لا قدر الله خلاص. لا ما تقلقيش، اهدي، يعني حاجه خفيفه جدا وبسيطه، لا داعي للقلق يعني، او اللي انت كده تبقي خايفه على ابنك لدرجه اللي هو في حاجه لا قدر الله. لا ما تقلقيش، ان شاء الله باذن الله هنطمنك في الفيديو دوت، ولا قدر الله لو حاجه هتحتاج يعني رعايه هنقول لك هتعملي ايه. هبدا معاكم الاول انواع النزيف بالنسبه للطفل اللي هو النزيف المفاجئ. في نزيف امامي، دم بينزل من مقدمه الانف، في نزيف بيجي من الداخل، بيبقى نزيف داخلي بينزل من فتحه الانف. النزيف الامامي بيبقى اسبابه يعني ايه معروفه بسيطه، تبقى مثلا الطفل لما عنده بقى نزله برد لا قدر الله، عنده عدوى بكتيريه، عنده التهاب في الجيوب الانفيه، فعادي ما تقلقيش هيحصل معاه كده مثلا نزيف وهنقول لك هتعمل ايه. كمان لو الطفل قاعد مثلا في مكان جاف مش رطب، يعني مثلا هواء سخن دخل في الانف فحصل زي نزيف للشعيرات الدمويه في الانف، فبيحصل النزيف المفاجئ ده. فيبقى ابنك لو الهواء جاف وانت عارف اللي هو عنده جيوب انفيه، ما تقعدوش في مكان جاف، يعني مكان شديد الحراره، في هواء سخن، مروحه بتطلع هواء سخن، ساكنين في حته مثلا ما فيهاش تكييف، فيبقى ابنك لازم يقعد في مكان رطب. وهنقول لك بقى لو انت قاعده في مكان جاف هتعملي ايه لو انت ما عندكيش مثلا التكييف او الهواء اللي هو اللي هيرطب الانف بتاع الطفل. النزيف بقى اللي هو الداخلي بيبقى نتيجه اصابه، يعني مثلا كدمه، الطفل اتخبط، الطفل وقع، فبيبدا النزيف من داخل الانف. انا دلوقتي ابني حصل له نزيف، اتصرف معاه ازاي؟ في ناس بقى بتقوم ماسكه الطفل مرجعه مقدمه الراس لورا، يبدا الدم يخش من الانف للحلق، الطفل بقى يبدا يحصل له مشاكل في المعده، يرجع طعم الدم بقى مش مستساغ للطفل. لا احنا ما بنعملش كده، احنا بنطلع مقدمه الراس للامام، الصباعين دول كده بنضغط على المقدمه فقط لا غير من الانف، نضغط كده نقفل النفس شويه لو الطفل يعني كبير وبيستجيب معانا، ويبدا نقول له اتنفس من الفم 10 دقايق ان شاء الله باذن الله، اقل من 10 دقايق الدم هيكون وقف. بس مش كل شويه اضغط واسيب، اضغط واسيب، او احط قطنه واشيل القطنه واقول بقى ايه ده الطفل لسه بينزل. لا احنا عايزين 10 دقايق كده متواصله، ضغطه بسيطه جدا، يعني ما تكتميش نفسه بقى اللي هو ده الطفل بقى مخنوق، لا على قد ما يقدر قول له اتنفس من الفم لمده ال 10 دقايق دول، ان شاء الله باذن الله الدم هيقف على طول. لكن بقى الدم اللي هو نتيجه الاصابه ده بنحتاج اللي هو يعني زي القطن برضو في المقدمه كده، والطفل برضو راسه للامام، وان شاء الله باذن الله اقل من 10 دقايق الدم يقف، اكتر من 10 دقايق الدم ما وقفش يبقى لازم نراجع بقى المستشفى. العلاج بقى في الموضوع دوت زي ما قلنا كده ماسك الانف والحاجات اللي احنا قلناها في بدايه الفيديو. بس بقى الاطفال بقى اللي عندهم التهاب في الجيوب الانفيه يحاولوا يستخدموا البخاخات اللي هي المحلول الملح، دي بتبقى كويسه جدا وبتعمل على ترطيب الاغشيه المخاطيه. ونسيت اقول لكم كمان ان الطفل كل شويه يقعد يعمل في الانف وبصباعه، ده برده احد اسباب نزيف الانف. وكمان نحاول بقى نقص ضوافر الاطفال عشان خاطر ما يحصلش اصابه من كده. تحياتي ليكم وتحياتي كل الناس اللي بتشاهدنا، معاكم دكتور حسام، والسلام عليكم ورحمه الله.